للعبد أن يسلم، لا يقول أنا لا أفعل حتى أفهم، لأن كثيرا من الأمور لا يصل إليها عقل الإنسان. وأعتقد أن هذا البني آدم يعني سلفوه في ذلك من المشاهير، يعني أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري قديما أنكر حد السرقة، ويعني أنشد بيتين بسببهما كفره العلماء آنذاك، وطلبوه وطلبوا دمه ولكنه هرب منهم. يقول: يد بخمسمئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. ده يعني زي صاحبنا اللي انت بتشير إليه، يقول إن الصيام ما لا فائدة فيه إلا إن أمرنا بهذا فسمعنا وأطعنا. لا، الصيام له فائدة، يعني قال الله عز وجل: لعلكم تتقون، حتى في آية الصيام. يعني كونه لم يفهم سلفه في الاعتراض، هو سلفه كما قلت أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري نظر في أدلة الشريعة فوجد أن دية الإصبع الواحد 10 من الإبل، تمام؟ فيقول: يد بخمسمئين عسجد وديت، يعني لما يكون كل إصبع فيه 10 من الإبل مثلا، أدي 50 من الإبل في اليد. طيب، هذه اليد اللي هي فيها 50 من الإبل لو سرقت ربع دينار فقط تقطع، تقطع ربع دينار. فهو يقول: يد بخمسمئين عسجد وديت، أي كانت الدية فيها 500، تمام؟ 500 يعني، ما بالها قطعت في ربع ديناري. وهذه اليد اللي هي ب50 من الإبل تقطع في ربع دينار مش في 50. طب لماذا وهي نفس اليد؟ تمام. وبعدين عقب على هذا لأنه مش فاهم، يعني يقول: تناقض ما لنا إلا السكوت له، إحنا نسمع ونتكتم، ده معنى الكلام يعني، وأن نعوذ بمولانا من النار. زي كلمة أمر سيادي، زي كلمة بالضبط أمر سيادي كده. تماما كده. هي أختها، واخدلك. لكن أبو العلاء المعري كان رجلا شاعرا وكان فصيحا، فكان بيعرف يعرب يعني، واخدلك، بخلاف هؤلاء العجم يعني. فأنا عايز أقول يعني هو قال إيه، خلاص عشان ننجو من النار ونعوذ بالله من النار والاعتراض وبتاع، هنسلم ونسكت. الكلام ده هو قاله قديما. العلماء بقى ردوا عليه ردا مفحما، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي رحمة الله عليه، عقب على قوله، على قول أبي العلاء المعري قائلا: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. الله أكبر. يعني كلام فيه الشفة زي ما بيقولوا يعني. لما كانت أمينة كانت ثمينة بخمسمئين عسجد وديت، فلما خانت وسرقت ربع دينار هانت فقطعت. هو ده الكلام اللي هو يعني يستقيم مع حتى مع العقل. فإحنا بنقول يعني أغلب أدلة الشريعة معقولة المعنى، بمعنى مفهومة، والعلة منها ظاهرة، إما أن تكون العلة مسطورة أو أن تكون العلة مسبورة.